والصلاة والسلام على رسول الله. نحييكم من مدينة كولاخ، وإننا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه شاركناكم آلامكم وشاركناكم ما تعانون من بلاء من الله تبارك وتعالى. ويأمر الله المؤمنين في هذه الأوقات أن يلتزموا الصبر ويلتزموا الدعاء. وبهذا الدعاء قمنا بقراءة مصاحف مشاركة لكم ودعوة لكم من الله تبارك وتعالى وليمين المؤمنين أن يمن عليهم بالخير وبالعافية وينصر المؤمنين في كل مكان. وفقكم الله وإيانا إلى طلب رضاه ومغفرته سبحانه وتعالى، ولنلتزم التوبة والاستغفار على الله يكسر لنا من خيراته ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ماحي إبراهيم ياس كولاخ.